ناس عنك سألون، قلت له نراجع وقعدت لأموني، غمضت عيوني خوفي لنام شوفوك مخبى بعيوني. علاقتي بفضل وصداقتي لإله إلى تقريبا 22 سنة، وبمرحلة معينة من حياتي كنت بظرف صعب كتير، كنت بورطة كتير كبيرة بصراحة، ما حدا غير فضل شاكر وقف حدي. فإذا أنا الكلمة اللي عم بحكيها أو عم بكتبها هي كلمة زياد الإنسان بلحظة وفاة لهالشخص اللي وقف معه. فما بعرف ليش هالعدائية طلعت علي وفوتوني إني أنا خاين لجي. لا يا جماعة، عيب. نحنا معروف نحنا من وين ونحنا شو قصتنا، ومعروفة مواقفنا مع الجيش. أنا هلأ بنهار واحد صرت داعش ونصرة وشو اسم بوكو حرام آخر واحد، فصرت كل أصناف الإرهاب يعني بنهار واحد. إذا طلع فضل شاكر مسؤول عن أي غلطة تجاه الجيش اللبناني أو مس شعرة من أي جندي لبناني، أنا بتبرأ من كل لقمة خبز أكلتها معه. حلق دقنه ورجع شاف عود، شفنا عود وراه وبده يرجع يمسل قدام القضاء. هيدا أكبر انتصار لإلنا قدام النهج اللي هو بلحظة كان بوقت متأثر فيه. فليز علنين بالعكس، عودته هي أكبر انتصار لإلنا مقابل هيدا النهج الفاسد. القضاء بيحكم عليه مش التويتر والفيسبوك. إحنا منسامح ونحنا منفتح قلوبنا ومنقول له أهلا وسهلا فيه، على شرط أنه ما يكون مقرب على مؤسستنا المتمثل اللي هي ضمانتنا واللي هي بتمثل هالعيش اللي نحنا الجيش هو بيمثله، هذا العيش المشترك اللي نحنا كلنا عم نحارب انه يضل موجود. اكيد فضل اعلاميا كمان هو مسؤول كتير عن كتير مواقف اطلقها وعن كتير اهانات وجهها لكتير مقامات مش مسموح انه يتوجه لها، وقال عبارات ما بتليق فيه، ما منرد عليها بعبارات تانية. نحنا بنعتبره الابن الضال واللي هو دايما بكل الديانات مرحب فيه، نفتح له ايدينا ونقول له اهلا وسهلا فيك والمسامح كريم. وما بخطر عبالك ليش بعدك ببالي، يسأل عن احوالك وعم حبك لحالي ولحالي ما في اتحمل قسيه.